نكمل نكمل. ممكن اقول الامبيانت لايت ياخده من السكاي. على فكره لو رحت كده هيوازن بين الاثنين، لكن لو رحت كده مثلا تمام الجو هيتغير. طب اقلل كده شويه، ممكن اروح للبرايتنس، لا اقلله حبه، اقلله حبه عشان انا هحتاجه كده مثلا، او اقلل شويه عشان لسه هعمل الجلو وهنشوف الجلو ده عامل ازاي. طب كده تمام تمام. دي حلوه قوي لو زودناها، لكن للاسف بتاخد وقت عالي قوي في الريندر. هقلل السموزنج بتاع الشادو حبه، اخليه وليكن 15 مثلا عشان يبان هارد شادو. اقلل الكواليتي حبه يعني عشان نساهم شويه في الريندر. بصراحه على فكره الريندر الفيو فظيع فظيع يعني، عالي قوي قوي قوي. لو رحت للكلاودز، قبل الكلاودز تعالوا نظبط الهيز او الفوج. عندي هنا الديكي اماونت اللي هو مقدار الفوج في اخر المشهد، وعندي المين التيتيود اللي هو ارتفاعه. ممكن احاول اقلل المين التيتيود ده بحيث لا ازوده خلاص، واقلل الديكي او ازود ازود تمام. ممكن اخد السكاي دينستي او قرب السماء او كثافه ضوء السماء، ممكن اقلل حبه، لا هو مش هيبان اصلا، لكن المين التيتيود هتبان، ارتفاع السماء عن الارض انا عايز اخليه بالشكل ده كده عشان بس يديني شويه ديتيلز صغيرين حاجه كده مثلا. اجي بعد كده للهيز او الافق، ممكن اقلل الدنسيتي شويه بحيث اخد ديتيلز في الاخر، والالتيتيود اقلله حبتين ولا ازوده اخليه مرتفع احسن بصراحه يعني. هنا الفوج دنسيتي الجلوبه دي اللي جميله قوي، لو عليتها كده خلاص بيديني سطوع ورا في الحته دي. ممكن السكاترنج انستروفي اعليه شويه بحيث يبقى الجلو شبه طبيعي الى حد ما. عندي الاريال برسبكتيف اللي هو تاثير الجلو اللي ورا ده على السين كلها، لو عليته هيديني شكل حلو جدا وطبيعي قوي، ولو وصلت الجد ريز هيدي توزيع للاشعه بشكل احسن تمام بالشكل ده كده. الجلو انتنسيتي اقلله شويه، والكلاودز انيستروفي اعليها حبه بس مش هبان غير لو في كلاود. ميزه الكلاود انيستروفي ان هو يخلي الضوء ده يخترق السحب فياخد، فالسحب تاخد اللون بتاعه. طب تعالوا نروح لكلاودز ونضيف. اولا حاجه زي كده بصراحه لما تيجي تعملها اهتم شويه بالديتيلز، لازم تحط ديتيلز هنا قبل ما تحط الديتيلز اللي في الفور جراوند تمام. لو رحت خدت اد وحطيت مثلا ممكن نختار، انا عايز سحب في الخلفيه، ممكن ناخد الدارك تمام، بس طبعا هنا الالتيتيود بتاعها قليل فانا هزود الالتيتيود بحيث ارفعه فوق اديها، او اخلي دي مدياني زي ما انتم شايفين كده مديه ديتيلز، اقل الهايت تمام. طيب احنا ممكن نقلل الالتيتيود مفيش اي مشاكل، ونرفع الهايت تمام، ونرفع الالتيتيود سنه كمان سنه كمان. طيب مش هتدي الديتيلز اللي انا عايزها. طيب ناخد مثلا دي نقول له اوكي تمام، ونعلي الالتيتيود شويه شويه كمان، الهايت نقلله او نعلي الالتيتيود شويه برضو كمان، انا عايزه بس ما يغطيش على الشمس نفسها. طيب مشكلة بقى انك تقعد تجرب 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 لما تقول يا بس. طيب ناخد مين طيب ناخد، لا بلاش دي ناخد ايه
اخد دي كده. هو كده غطى لي، هو ماشي، هو كده هيديني اللي انا عايزه، بس انا مش عايز دي، انا عايز ديتيلز في الخلفيه ورا. اقلل الدنسيتي بتاعتها شويه واعلي الالتيتيود شويه. اعتقد ان الكاميرا تتغير حبه علشان نشوف ديتيلز كويسه. نعلى بالالتيتيود شويه بالشكل ده كده. اعتقد ان انا لو خدت الصن لايت نفسه وخدته كده، تمام، عايزه يبان بالشكل ده. لو رحنا للهيز قللناه شويه، والديكي اخرناه، ايوه بالظبط كده. تمام، الى حد ما كده زي الفل، مفيش اي مشاكل. الدنسيتي ازود الدنسيتي شويه، والاريال برسبكتيف اقلله حبتين، انيستروفيا شويه، الجلو دنسيتي نعليه شويه. نرجع تاني للكلاودز، ممكن الهايت ارفع الهايت بتاعها شويه او اقلله، طالما الالتيتيود اساسا مرتفع اقلل الهايت حبتين. تمام، نيجي للكفرج. انا عايز مش عايز اتغطي السماء كلها، عايز بس شويه ديتيلز بسيطه قوي. الدنسيتي، الاوباسيتي عايز ازودها حبه. ممكن الشاربنس، على فكره الشاربنس والديتيل اماونت اكتر اتنين بيعملوا شغل في السحب على فكره. لو انا قللت كده، لو انا عليت الديتيل اماونت، تمام، هحافظ على الديتيلز. الكفر ازود الكفر شويه، الشادو دنسيتي اقلله حبه. وعلى فكره في هنا في ده اللي هو الجاد رايز، اشيل الجاد رايز كده، تمام كده، حلو قوي كده، حلو قوي، تمام مفيش مشاكل. ممكن نرفع الاريال برسبكتيف شويه بالمنظر ده كده، تمام. نروح بعد كده للكلاود، نضيف طبقه ثانيه بقى اللي هي تغطي الجبل. نروح نعمل اد وناخد مثلا الفلات دي، على الاقل ما تاخدش وقت في الرندر، تمام، دخلت وقت بصراحه. نخلي الالتيتيود بزيرو. ليه بزيرو؟ عشان يبقى قدام الكاميرا بالظبط، عشان يبقى قدام الكاميرا بالظبط. نبدا بقى نشتغل على الهايت، ان احنا نرفع الهايت بتاعها شويه بحيث انها تيجي، ايوه كمان شويه، كده تمام. نروح على الدنسيتي، نقلل الدنسيتي حبتين. الدنسيتي على فكره بتبقى تلات ارباعها اعلى من 100، خلاص. والشاربن، نعلي الشاربن لان انا عايز ديتيلز كتير. نعلي الاوباسيتي عشان ما نشوفش اللي تحتها. اقلل الشاربن شويه كمان، كفرج اعليه حبه بحيث انها تبقى مغطيه اجزاء كتير. الشادو دنسيتي اقلله شويه. الامبنت لايتنج عشان تتاثر بالضوء المحيط بتاع اللي هو الضوء ده اللي هو ده، تمام. اعلي دي كده بس واخلي دي سان لايت عشان ياخد نفس الاضاءه. ارجع تاني هو انا كنت فين؟ في الكلاودز. ديتيل اماونت، اعلي الديتيل اماونت عشان ياخد ديتيلز اكتر، تمام بالشكل ده كده. ممكن الكفر اقلله شويه بالمنظر او بالشكل ده كده. ممكن الكاميرا نعلى بيها، كده الهايت هيقل، يقل كمان، لان انت كده عليت بالكاميرا، لازم الهايت ينزل شويه.
أو يرتفع على ما أعتقد. شفتوا الارتفاع ده؟ هو ده الهايت. لازم الهايت يقل حبة كتير كمان كده. نستنى بس يعمل ريفرش لانه خد كذا حاجة ورا بعض. كده الهايت قل قوي. عايز ارفع بس الكاميرا بحساب وابدا ارفع الهايت واحده واحده ونشوف بس الريندر. هو لو خدتوا بالكم من الجزم ده ده بتاع السحب او بتاع الارتفاع عليه كده. هي بدات تعلى معايا كده كده اعتقد كده الارتفاع بقى تمام. في الالتيتيود فاريشن التفاوت في الارتفاع عايز اقلله حبه عشان ما يبقاش فيه سحب اعلى من سحب. والكفر عايز ازوده شويه اقلل الهايت حبه. ايوه بالظبط كده وصلت للي انا عايزه او اللي انا محتاجه. الفيزر اقلله عشان ما يبقاش فيه نعومه في السحاب. ايه تاني الشاربنس اعتقد نزوده شويه. الديتيل اماونت نقللها حبه تمام بالشكل ده كده. الدنسيتي نعليها. الديتيل اماونت ممكن نعليها شويه. الشادو دنسيتي نعليه شويه بحيث يرمي الظل على السحاب نفسه. طيب نعمل اوكي ونعمل ريندر ونرجع نشوفها بعد الريندر. دي طبعا النتيجة النهائية بعد الريندر. طبعا نقدر ان احنا نحط ايكو سيستم. نقدر ان احنا نعمل شغل كتير قوي. طبعا المفروض ان مفيش صورة بتطلع من 3D على طول للشغل. لازم بيتعمل لها color correction، بيتعمل لها شوية لوك، وبعد كده بتنزل للسوق بالبلد، يعني تقدر تبيعها في السوق بعد كده. طبعا لا يتعدى الكارل كوريكشن في الموضوع ده الكيرفز والليفلز، بس عشان نعمل شويه يعني كونتراست بسرعه كده اوريكم. انا طبعا انت تعمل سيف للصوره من هنا، سيف في اي مكان يعجبك. هقفل الفيو طبعا، اعمل بس سيف للسين، هسميها هسيفها على القديمه. ونروح نفتح فوتوشوب بسرعه بس اوريكم الكالر كوركشن، مش هناخد فيه وقت. ناخد الصوره بتاعتنا اللي هي دي. طبعا نروح بعد كده على الريس، اسف اللايرز. بعد كده هفك، بس انا ما بحبش القفل ده على فكره، هفكه كده. وهنروح على اول حاجه على ليفلز. طبعا ليفلز فيه هنا ديد بيكسلز. طبعا مش عايز اخش بقى في التفاصيل بتاعت الكالر كوركشن. اعمل الديد بيكسلز كده تمام، واروح ل طبعا كده هتبان تمام. نيجي بعد كده ده كده الليفلز. نروح نحط مثلا كيرفز بقى عشان ندي يعني لوك كده، ناخد دي تبقى قوي، وننزل الشادو شويه بس كده تمام. اعتقد كده في بتاع دي وحشه، في هنا ديتيلز بتاعت الجليد اعتقد بانت. لو خلفنا ده كده، خلفنا ده كده، لا اعتقد كده احسن كتير. ممكن ايه تاني؟ ما اعتقدش ان في حاجة تانية ممكنة تطلع الصورة احلى من كده. طبعا لو احنا عملنا كنترول شيفت اس سيفنا الصورة دي وليكن بي ان جي برضو، وخليناها دي كوركتد مثلا، وجينا عملنا سيف انتر لاخت وعملنا اوكي. هنقفل فوتوشوب تمام، نقفل او نطلع دي كده وناخد الكوركتد تمام. واعتقد اللي وراها، لا مش دي، اللي وراها اللي هي دي. طبعا فرق بين الصوره دي
تمام، وفرق بين الصوره الثانيه اللي هي دي كتير جدا. حبيت اقول لكم شكرا على حسن استماعكم. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.